إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، إن من أبلغ الوسائل التي يستعملها القرآن الكريم في إيصال المعلومة إلى الغير ضرب الأمثلة وقص القصص، لأن في القصص عبرا ودروسا تنفع الإنسان في حياته العاجلة هذه وتنفع حياته الآجلة، لأن في القصص قراءة للحوادث التاريخية. وأعرف الناس بالدنيا من عرف من التاريخ السابق وربطها بالوضع الحالي واستدل بها عبر سنن الله الكونية بما سيؤول إليه الأمر. ولهذا كثر في القرآن الكريم قص القصص وضرب الأمثال، لقد كان في قصصهم عبرة. نقف مع قصة من تلك القصص الواردة في القرآن الكريم بعض الوقفات، وهي المذكورة في سورة الأعراف، حيث قال تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا
وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. قصة ضرب الله تبارك وتعالى أو ضربها الله في القرآن الكريم لما تحمله من المعاني والعبر والدروس العظيمة. الله تبارك وتعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يتلو هذه القصة على أمته، واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا. القصة لم يرد في سبب نزولها حديث ثابت، وإن كان قد ورد عن مفسري السلف من الصحابة وغيرهم القول بأنها نزلت في رجل من بني إسرائيل، في قصة يعني الشأن رجل من بني إسرائيل يقال له بلعام ابن بعورة، لكن ذلك لم يرد بسند صحيح ولا حسن عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يكفي قراءة القصة استنباط الدروس منها. والقصة واردة في رجل آتاه الله تبارك وتعالى الآيات، يعني آياته التنزيلية، أعطاه الله تبارك وتعالى العلم، وتلك هي نعمة عظيمة ومنة كبرى. أن يجعلك الله تبارك وتعالى من أهل العلم والمعرفة ويعطيك من آياته وعلم آياته وفقه آياته ما تنتفع به، إن ذلك من أعظم نعم الله تبارك وتعالى. لكن كل نعمة من النعم الدينية والدنيوية تقتضي وتستلزم من صاحبها الشكر، الشكر، إذ شكر النعم يزيد النعم ويدفع النقم، وكفران النعم يجلب النقم ويزيل النعم. تلك سنة الله تبارك وتعالى، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشكر العلم العمل، العلم إذا أعطاك الله تبارك وتعالى الفقه في الدين وعلم الشريعة والمعرفة فشكرها أن تعمل بمقتضى هذا العلم. هذا الرجل الذي آتاه الله تبارك وتعالى الآيات انسلخ منها، ترك الآيات ورجع عن الهدى واتبع طرق الغواية وارتد عن دين الله تبارك وتعالى وخالف مقتضى العلم والمعرفة، فماذا كانت النتيجة يا ترى؟ الله تبارك وتعالى عاقبه بعدة أمور، أو لقي من النقم ما ذكر في الآية أو في الآيات. من هذه النقم والعقوبات الله تبارك وتعالى ذكر أن الشيطان اتبعه
بعد أن انسلخ عن آيات الله، انسلخ من آيات الله، أول مصيبة حلت به اتبعه الشيطان، استحوذ عليه الشيطان، لأن المؤمن في حصن من الشيطان ومن غوايته، وهذا الحصن هو آيات الله تبارك وتعالى، هو ذكر الله تبارك وتعالى، هو العمل بالعلم، هو أداء الواجبات والفرائض، هو ترك المنهيات والمنكرات والجرائم. المؤمن عندما يمتثل أمر الله تبارك وتعالى ويتبع آياته يكون في حصن حصين من الشيطان ومن غوايته، لأنه قد حقق عبودية الله تبارك وتعالى. والمؤمن يكون في حصن العبودية فلا يستطيع أن يغويه الشيطان ولا أن يستحوذ عليه. ولهذا قال تبارك وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي، العبد إذا حقق العبودية فهو في حصن حصين، أما إذا خرج عن آيات الله وعن ذكر الله فإن الشيطان يستحوذ عليه حتما. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يصدونهم عن السبيل. إذن العقوبة الأولى التي حلت بهذا الرجل أن الشيطان قد اتبعه واستحوذ عليه. العقوبة الثانية: أصبح من الغاوين، الغواية والضلال والحيرة تيه في حياته، وهذا أيضا نتيجة حتمية لمخالفة مقتضى العلم. فإن العالم إذا ترك آيات الله وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عقيدة وعملا، فإنه لا شك لا بديل له إلا أن يسلك مسالك أهل الغواية والضلال، لأن الله تبارك وتعالى يهدي العبادة بالاتباع، أما بالمخالفة فهو طريق الغواية، فكان من الغاوين. العقوبة الثالثة: النزول إلى الحضيض والتدنس بقادورات الدنيا، لأن الله تبارك وتعالى أيها الأحبة يرفع بالآيات من يشاء. إذا أراد أن يرفع عبدا من عباده جعل سبب رفعه الآيات، علما وعملا وعقيدة وسلوكا فيرفعه. إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ما لا هذا الرجل بعد أن انسلخ من آيات الله مال إلى زينة الدنيا وإلى حظوظها وإلى زخارفها وشهواتها العاجلة، واستبدل ذلك بآيات الله وبالآخرة. ولهذا قال تبارك وتعالى: ولو شئنا لرفعناه بها. بأي شيء؟ ولو شئنا لرفعناه بها، أي بالآيات، ولكنه أخلد إلى الأرض، أي مال إلى زينة الحياة الدنيا، اغتر بها، مال وعدل إلى شهوات الدنيا،
واستبدلها بآيات الله تبارك وتعالى، ولكنه أخلد إلى الأرض، وهذه نتيجة من ترك دين الله تبارك وتعالى وعلم الشريعة والعمل بها، أي العمل به، فلا شك أن البديل هو زخارف الدنيا، مناصب وكراسي وأموال وشهوات وملذات وزخارف، فيكون مغرورا مخدوعا مغبونا، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. لأن المؤمن مهما تمسك بهذه الآيات بالقرآن والسنة فهو في نجاة من التلطخ بقاذورات الدنيا وشهواتها، نعم يأخذ نصيبه منها لكن لن يتدنس بقاذورات الدنيا، لأن في الشريعة حماية وفي الشريعة حصن يتحصن به المؤمن عن الاغترار بالدنيا والافتتان بشهواتها. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وهذه هي العقوبة الرابعة، اتباع الهوى، اتباع الهوى بدلا من اتباع الشريعة، بدلا من اتباع الكتاب، بدلا من اتباع السنة، بدلا من اتباع الصحابة وسلف الأمة، يتبع هواه. ومن اتبع هواه فلا شك ولا ريب أنه قد هلك هلاكا محققا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. إذن اتباع الهوى، وهذه أيضا نتيجة حتمية، لأن من ترك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا شك أن البديل يكون اتباع الهوى. يقول تبارك وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم، إن لم يستجيبوا لك أيها النبي، إن لم يستجيبوا لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنتيجة نتيجة إيش؟ النتيجة فاعلم أنما يتبعون أهواءهم واتبع هواه. العقوبة الخامسة، الله تبارك وتعالى جعل مثله كمثل أخص الحيوانات، فقال تبارك وتعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى لهذا الرجل الذي انسلخ عن من آيات الله تبارك وتعالى، يقول المفسرون: المقصود من هذا المثل أن هذا الذي انسلخ من آيات الله تبارك وتعالى لن يرجع إلى الإيمان ولن يرجع إلى العمل الصالح ولن يرجع إلى الالتزام بالكتاب والسنة وتعاليم هذا الدين، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم فهم لا يؤمنون. معنى ذلك: الكلب إن تحمل عليه يلهث، إن تتركه يلهث كمن؟ يعني إن زجرته يلهث
وإن تركته يلهث. فكذلك ذلك الرجل الذي انسلخ من آيات الله، إن دعوته إلى الإيمان والحق فلن يقبل، وإن تركته فلن يقبل، فهو يكون على حاله ويستمر على طريقه الباطل ويموت على سوء الخاتمة، ويلقى الله تبارك وتعالى بكفر وردة وإلحاد وسوء عاقبة. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إذن الله تبارك وتعالى ضرب له هذا المثل بأخص الحيوانات الذي هو الكلب. في آخر الآيات الله تبارك وتعالى ذكر أنه قد خسر، لأن نتيجة هذه كلها تصب في مصب الخسران المبين. خسر في الدنيا لأنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وخسر الآخرة لأنه استبدل هذه العاجلة بالآجلة، واستبدل هذه الفانية بالباقية، واستبدل النعيم المقيم بهذه الزخارف الفانية، وهذا من نقصان عقله وقلة توفيقه. قال تبارك وتعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. على المسلم أن يتفكر ويتدبر في مثل هذه القصص. ثم قال تبارك وتعالى: ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. نعم، هو من أسوأ وأخص الناس، أخص من الجاهل، وأسوأ حالا من كل أحد. الكافر الذي لم يدخل في الإسلام أو لم يسبق له أن دخل في الإسلام أحسن حالا ممن دخل في الإيمان وفي الإسلام ثم ارتد عن الإسلام ورجع. الجاهل الذي لم يتعلم بعد أحسن حالا ممن تعلم وترك العمل. ولهذا يكون العامل العالم الذي ترك العمل بالعلم من أول من يزج بهم النار يوم القيامة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وعالم بعلمه لن يعمل، عالم بعلمه لن يعمل، معذب قبل عباد الوثنى. أول من يدخل النار رجل تعلم وترك العمل بالعلم. إذن هو من أسوأ الأمثلة. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ومن يضلل كهذا الرجل فأولئك هم الخاسرون في الدنيا والآخرة، ولا شك. إذن أيها الأحبة في الله، من آتاه الله تبارك وتعالى الآيات، من تعلم القرآن الكريم، من فقه في دين الله تبارك وتعالى، فعليه أن يمتثل وعليه أن يجتهد في امتثال أمر الله تبارك وتعالى والعمل بمقتضى العلم، وإلا سوف يعاقب بهذه العقوبات المتتالية في الدنيا وفي الآخرة. ذكر الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير الآية حديثا أخرجه الإمام أبو يعلى الموصلي في مسنده عن حذيفة بن اليمان، ليستدل به، ذكره ابن كثير ليستدل به على سوء حال من انسلخ من آيات الله تبارك وتعالى، وكيف تكون غوايته وضلاله، وأنه أسوأ حالا ممن لم يتصف بتلك الصفة. أورد حديث حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
إن مما أتخوف على أمتي رجلا قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام اعتراه إلى ما شاء الله فانسلخ منه، انسلخ من ماذا؟ من القرآن ومن العمل بالقرآن، انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى إلى جاره بالسيف ورماه بالشرك، يعني كفر الناس وأخرجهم عن الدين وارتكب غلو التكفير، ثم بعد ذلك استحل الدماء ورماه بالكفر. قال حذيفة: فقلت يا رسول الله أيهما أولى بالشرك، المرمي أو الرامي؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: بل الرامي، الرامي بالشرك والرامي بالكفر أولى بالشرك والكفر وأن يتعلق به من المرمي به. رجل كان عالم، كان قارئا لكتاب الله، رؤيت عليه بهجة القرآن، نور القرآن، لمعان القرآن، ثم انسلخ من القرآن وتطرف وخرج عن الاعتدال والتوسط إلى الغلو والتكفير، ثم بعد ذلك ارتكب الجرائم واستحل الدماء والمحرمات التي حرمه الله تبارك وتعالى في كتابه ونبيه في أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم. فهو أسوأ حالا ممن لم يرتكب هذه المرتكبات، بل أسوأ حالا ممن لم يتعلم أصلا وبقي على جهله مع سوء حاله أيضا. لكن بعض الشر أهون من بعض. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.